المناسبة هذه غالية ككل الجمعيات والمجتمع المدني وكل شيء كنحتفلوا بها سنويا ذكرى تربع صاحب الجلالة محمد السادس على عرش أسلفه المنعمين. دونك كتبقى ذكرى اللي ديما كنحتفلوا بها. هذه النسخة الثانية. النسخة الأولى كانوا فيها جوج فرقية لا أون فيان دو ديما هذيك الساعة الوركين فوت كانت السياش والجمعية المغربية لكرة القدم المشي. هاد العام تزادوا فرق اخرين لان بدات كتستقطب لعابة اخرين وناس اخرين اللي كيهتموا بها. دونك كانت تقريبا واحد 6 فرق اللي كانت مشاركة في هاد التظاهرة هادي ديال اليوم احتفاء بعيد عرش المجيد. هذا من جهة. هاد الوركين فوت بدا كيعرف واحد الاقبال ديال 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 الممارسين. المهم الغايه منه هو التواصل والصحه لان ديما كيبقى الانسان عنده علاقه بالرياضه والتواصل كما كنقول التواصل بان كيكون عنده واحد التواصل مع الناس اللي كان كيلعب معاهم قديم اما ولاد الدرب او ولاد ديال الشغل ديال الخدمه او ولاد ديال الملاعب نيت. دونك كنوريو بان الرياضه سيرتو كره القدم ما فيهاش روتريت ما فيهاش اناغي ما كنحبسوش فيها. دونك تبقى تلعب حتى 50 60 70 سنه ممكن تبقى تلعب. غير الفرق هو كيتبادل غير في القوانين اللي كنلعبوا بها. هذا الوركين فوت فيه واحد القوانين اللي كتراعي الجهد البدني والذهني ديال الممارس. دونك شتي كما شتي ما كاين الملاعب كيكون بحال ملاعب القرب واللي كيكونوا في وسط الميدان ما كنفوتوش 6 حتى 7 كاع بالحارس. دونك الغرض هو كما قلنا تلعب الكره وتخرج صحه جيده. دونك هاد القوانين هادي كل ما فيها شي حاجه اللي كتضر بالصحه ديال الانسان. كنهنيو صاحب الجلاله والامه المغربيه كامله بالمناسبه ديال عيد العرش وكما دابت الجمعيه ديالنا اللي هي الاولى في المغرب الجمعيه المغربيه كره القدم للمشي باش كتنظم هذا الدوري للمره الثانيه على التوالي ديال كاس العرش اللي هاد السنه الحمد لله فيه تقريبا 4 ديال الفرق والمناسبة الأولى كانوا فيها غير جوج ونتمنى إن شاء الله المناسبة القادمة يكونوا فيها فرق أخرى. وكنشكروا بهذه المناسبة كذلك الناس ديال السياش بنك اللي منحوا لنا هاد الفرصة باش هاد الملاعب وتقريبا كل المرافق راه كانت تحت الأمر ديالنا. وكنهنوا كاع اللي شاركوا وكنهنوا الفريق اللي فاز وتقريبا كاع الفرق راه فازت. يعني هذا هو الغرض ديال كرة القدم اللي نمشي. هذه الرياضة راه هي ديال الناس المسنين يعني تقريبا كل شيء فات 50 سنة. نتمنوا على أن النتيجة هي أن كل شيء كيمشي ناشط وفي صحة جيدة والناس كتعرف على بعضياتها. هذا هو الغرض ديال هذا الدوري هذا على العموم وعلى الرياضة بصفة عامة. أول مرة تعرفت على هذه الرياضة عن طريق الجمعية المغربية لكرة القدم المشي بالدار البيضاء وبالخصوص أول إنسان يعني اللي كنت تلاقيت معاه وحمسني لهذه الرياضة هو سي مصطفى لاوت. وأنا مارست معاهم عدة مرات في نطاق فريق مختلط وأنا كنشجع يعني هاد الرياضة بالنسبة للنساء بالخصوص. ملي كيكون زعما الفريق مختلط يعني كيكون واحد الحماس وواحد الجو زعما كيكون من نوع فريد.